السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا اليوم كانت أجواء دافئة، سجلت أعلى درجة حرارة مئوية اليوم في مدينة الجهرة 25 درجة مئوية، متوقع خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع تقل درجات الحرارة، وهناك انخفاض نسبي في درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات مئوية. الأجواء الحالية في مدينة الكويت، السماء صافية بشكل عام، الرياح جنوبية غربية سرعتها 8 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 18 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 68%، الرؤية الأفقية لا تزال جيدة 12 كيلومتر، ولكن متوقع في بعد منتصف الليل انخفاض في مدى الرؤية الأفقية، وذلك بسبب تشكل ظاهرة الضباب خاصة على المناطق الساحلية وكذلك الجزر. الأجواء متوقعة في منتصف هذه الليلة أعزائي المشاهدين أجواء معتدلة خاصة في المناطق الغربية والشمالية، متوقع أن تكون درجات الحرارة 16 درجة مئوية في منطقتي شقاية والسالمي، كذلك شمال البلاد في مزار العدلي 15 درجة مئوية، المناطق الوسطى والساحلية متفاوتة ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة من 6 إلى 20 كيلومتر في الساعة. مع بداية دخول ساعات صباح الأولى متوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 7 درجات مئوية إلى 8 درجات مئوية في بعض المناطق الوسطى، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة بشكل عام. ابتداء منتصف نهار يوم الغد إن شاء الله هناك اعتدال إلى نشاط نسبي في سرعة الرياح، متوقع أن تصل سرعة الرياح 45 كيلومتر في الساعة، تثير الغبار خاصة على المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة من دولة الكويت. درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 درجة مئوية إلى 18 درجة مئوية بشكل عام، السماء راح تكون صحو في معظم أوقات النهار. الأجواء البحرية أعزائي المشاهدين المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية، متوقع أن تراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 أقدام. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 5:18 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 6:40، موعد أذان المغرب الساعة 5:22 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة، هناك انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة مساء يوم الخميس يبدأ تقدم المرتفع الجوي يؤدي انخفاض في درجات الحرارة. عطلة نهاية هذا الأسبوع راح تكون باردة خاصة على المناطق الغربية والمناطق الشمالية من دولة الكويت، متوقع أن تقل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون 5 درجات مئوية، ولكن في مدينة الكويت والمناطق السكنية متفاوتة درجات الحرارة العظمى ما بين 17 إلى 19 درجة مئوية، أما درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 6 إلى 7 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، والآن نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.